كانت الولادة والنشأة في مدينة القوارة شمال منطقة القصيم. درست فيها المرحلتين الابتدائية والمتوسطة. كانت الابتدائية في مدرسة ابن القيم، والمتوسطة في مدرسة جعفر ابن أبي طالب. هذه المرحلة كان هناك العديد من الذكريات فيها. عندما نجحت من الصف الثالث ذهبت مع والدي فسألني أين شهادتك؟ فكنت قد وضعتها في جيبي، فقلت في جيبي يا والدي، فأنشا يقول كان شاعرا رحمه الله تعالى: أنا أحمد الله نجح منصور، حط الشهادة بمخباته، أخذ شهادة وبول دور عساه طبعه وعاداته. فكانت هذه الدعوة لله الحمد نتفيأ ظلالها حتى هذه اللحظة، فالحمد لله. كانت دعوة مباركة من الوالد رحمه الله تعالى، وكان ذا خلق جم ومحبوب لدى الجماعة جميعا، وكذلك لدى جميع أهالي مدينة القوارة. كان رحمه الله تعالى يأخذنا كل بين فترة وأخرى إلى بلدة طلحة عند الشيخ جازي بن حجاج الوسوس رحمه الله تعالى. كان هناك من المواقف المحزنة حقيقة وفاة والدي رحمه الله تعالى، فقد توفي وأنا في الصف الرابع الابتدائي. ولكن ولله الحمد أعاذنا الله عز وجل بعم هو بمقام والد، العم دهيم رحمه الله، فقد نشأنا وتربينا منه على العديد من الأخلاق الطيبة. ثم بعد ذلك انتقلنا إلى مدينة بريدة، وكان أخي الأكبر فهد أطال الله في عمره لم يذخر جهدا في تربيتنا وتعليمنا وتوجيهنا كذلك. وإن كنا عندما ذهبنا إلى بريدة كان هناك الوالد العم ناصر بن عويض الذي ندين له بالفضل الكبير بعد الله سبحانه وتعالى. كانت الشهادة المتوسطة عبارة عن تذكرة توظيف سريع، وكان توجه الغالبية للسلك العسكري، لذلك توجهت إلى الرياض للتسجيل في معهد المرور في مدينة الرياض. تخرجت بعدها برتبة وكيل رقيب، وتم تعييني في إدارة مرور منطقة القصيم. بعدها واصلت دراستي الثانوية وأنا على رأس العمل، وحصلت في ثانوية بريدة وحصلت على الشهادة الثانوية. ثم التحقت بالجامعة، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، درست في كلية أصول الدين. بعد حصولي على البكالوريوس التحقت بدورة الضباط الجامعيين في معهد الدراسات الأمنية بكلية الملك فهد الأمنية. تخرجت بعدها برتبة ملازم مع أقدمية سنة، وتم تعييني في قيادة القوة الخاصة لأمن الطرق منطقة القصيم. ثم بعد ذلك صدر قرار نقلي إلى إدارة مرور منطقة القصيم مرة أخرى. ثم بعد ذلك صدر قرار تعييني مديرا لقسم مرور قصيبة. وبعدها انعقدت الدورة في كندا، فطلبت مع مجموعة من الزملاء للدراسة في كندا ولمدة عام كامل، وحصلنا فيها على العديد من الدورات والشهادات وكذلك الأوسمة العسكرية. كان من ضمن الدورات دورة الدبلوم الدولي في العلوم الشرطية، وكذلك إكمال برنامج القيادات العليا للشرطة، ودورة قيادة الشرطة الدولية، وكذلك برنامج التحقيقات التطبيقية
المثلى في التحقيق القضائي، وكذلك دورة أكملنا دورة لغة إنجليزية مكثفة في كلية دوغلاس في جامعة بريتش كولومبيا. بعد عودتي من كندا تقدمت دراسة الماجستير في جامعة الملك عبد العزيز بجدة، وأكملت الدراسة خلال سنتين ولله الحمد. وكان بحث الدراسة يختص برجال المرور، عنوان الرسالة تقييم البرامج التدريبية المقدمة لموظفي الإدارة العامة للمرور، دراسة تطبيقية على موظفي إدارة مرور منطقة القصيم. خلال المرحلتين السابقتين كانت العقبة الأبرز هي عملية التوفيق بين العمل والدراسة، حيث أكملت مرحلتي أو مراحل الدراسة التي أكملتها الثانوية والبكالوريوس والماجستير وأنا على رأس العمل. وبما أنه لا زال ولله الحمد للطموح بقية، فقد بدأت البحث عن برنامج لدراسة الدكتوراه بمجرد انتهائي من مرحلة الماجستير. هنا بدأت العقبة الأصعب نظرا لوجود برنامج دكتوراه خارج المملكة، حيث كان في جامعة أوتارا بماليزيا. كانت عنوان الرسالة أثر أنماط القيادة على الفاعلية الإدارية من منظور إسلامي، دراسة على القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية. ثم إن مرحلة الدكتوراه كانت من أصعب المراحل الدراسية، كونها تحتاج للسفر وكذلك تحتاج إلى الإقامة في بلد الدراسة، ولكن ربما مسح كل هذا التعب فرحة التخرج التي كانت لحظة انتظرتها وتعبت من أجلها، بل وتغربت من أجلها أيضا. لذلك كانت من أبرز اللحظات العالقة في ذهني ولا تزال لحظة مناقشة الرسالة وإعلان النتيجة وحصيلة الجهد الخمس سنوات. كانت المشاعر بصراحة مضطربة حينها، بل ومختلطة أيضا، لم يهدئ من روعها سوى إعلان النتيجة وتتويجي بفضل الله سبحانه وتعالى بالدرجة العلمية. تشرفت ولله الحمد خلال 20 سنة الماضية للعمل في الحج سنويا كقائد في طرق مشعر عرفات، وهذا العمل لا شك أنه من الأعمال الجليلة التي يحتسب الإنسان العمل فيها، وهو تشريف من ولاة الأمر، نسأل الله أن نكون عند حسن ظنهم ونوفق لأداء هذه الأمانة إذا لم يكن عونا من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده، ولكن الإنسان يستعين بالله سبحانه وتعالى ويحرص على أمر مهم وهو رضاء الوالدين، فدعواتهم هي البلسم الشافي وهي وقود التفوق بإذن الله سبحانه وتعالى. ثم أنني أدين بالفضل لله سبحانه وتعالى، ثم لوالدتي التي غمرتني بدعائها ودعواتها الصالحة، وكذلك إلى أخي الأستاذ سعد بن دهيم الفريدي أبو يزن الذي خدمني كثيرا في مراحل السفر، أسأل الله عز وجل له التوفيق وصلح النية والذرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلادنا ووطننا من كل مكروه، وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان في ظل حكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد
ابن نايف ابن عبد العزيز نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وولي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.